أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم. إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم. إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت يا أبت إني قد جاء ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت لك عذاب من الرحمن يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لي
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم ووهبنا وجعلناهم لسان صدق عليا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلناهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم.